بسم الله الرحمن الرحيم. الحفل الكريم الإخوة المتابعون، شوط آخر ينطلق وانطلاقة أخرى بدأت في هذا المهرجان الكبير، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. الانطلاق لهذا الشوط الذي أمامكم مشاهدينا لأصحاب السمو الشيوخ، هنا مشاهدينا انطلاقة الشوط الذي كما نتابع الثالث عشر الخاص بالبكار اللقاية، والشعارات التي نتابعها هي الشعارات التي نتابع من خلالها شعارات أصحاب السمو الشيوخ. وهنا نتابع المركز الأول والصدارة والمقدمة من البداية من تبدأ الشوط. هناك ندى من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير من يقود هنا هذا الشعار الجميل. المركز اللي قادم، المركز الثاني، هناك المركز الثاني من شعار ايضا هجنة الشحانية التي وصلت في هذه اللحظات مع زعزعة وحمد بن علي بن حلفان من يتقدم في هذا الاداء الجميل. المركز هناك الثالث، وصلت مشاهدينا عز محبة من هجنة الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري، النقلة القادمة والتقدم في المركز الرابع. هناك دخول من جمايل لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني مع سالم بن عامر المدهوشي المدهش قادم بالشعار الغرافة. هنا نتقدم مع هجة الرياسة وصلت في هذه اللحظات وتقدمت في المركز الخامس لتنتقل أسياد من هجة الرياسة مع هناك أيضا حمد بن سعد بن كذل الأحبابي من يتقدم في هذا الأداء. هذه الشعارات التي نتابعها، هذه الشعارات الرئيسية ما شاء الله وتبارك الرحمن. نتقدم مرة أخرى مع المقدمة مع المركز الأول والصدارة وشعار هجن العاصفة التي تتقدم بهذا الأداء وهذا الانطلاق من خلال مشاركة ندى والواثق من يتابع حمد بن راشد بن خدير. المركز الثاني، هناك الشعار الأدعم اللي قادم شعار هجنة الشحانية لينطلق هنا أحد الشباب، ينطلق حمد بن علي بن حلفان المري يتقدم في المركز الثاني. وصل هناك أيضا الشعار الأدعم الذي أيضا مدعم بالكثير من السبق والأداء الجميل، القدوم والتقدم من خلال محبة من هجنة الشحانية والذهبي يقودها سالم بن فاران المري، بينما الرابع التي وصلت في المركز الرابع هناك مشاهد الأعزاء من هجنة الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي العملاق، وصل مشاهد الأعزاء بهذا الأداء في المركز الرابع من خلال هذه المشاركة الجميلة. المركز الرابع الخامس ووصول، والمركز الخامس الوصول والقدوم من شعار هجن الرياسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، قدوم وتقدم من أسياد مع حمد بن سعد بن قذل الأحبابي. بدأ يتقدم حمد بن سعد بن قذل الأحبابي، هنا التقدم وهنا الاندفاعات، ولكن الشوط ينجر، الشوط يسير مشاهدينا بهذا الشعار الجميل، شعار هجن العاصفة ومؤسسة هجن العاصفة التي تنطلق بهذا الأداء في المقدمة في المركز الأول مشاركة بندى من خلال هذا الشوط، كما اشتركت أيضا في الأشواط الماضية مشاهدينا. هنا يتقدم الواثق حمد بن راشد بن غدير، وهنا أيضا وصول وقدوم من تقدم محبة ومحبة قادمة بشعار هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري يقودها مشاهدينا كما قاد الشوط الأول في هذا اليوم. المركز مشاهدي الأعزاء الثالث، أيضا الشعار الأدعم اللي قادم من الجانب الآخر والجانب الدوني، هنا أيضا مشاهدي الأعزاء القدوم Thank you.
تنبيه. تنبيه مشاهدي الاعزاء من هجنة الشحانية، وصلت مع العملاق، وصلت مع سلطان بن محمد الوهيبي. شوفوا الاداء، شوفوا التقدم الاخر مشاهدينا من خلال المركز الثالث والرابع والخامس. وصلت هناك هجنة الرياسة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ليتقدم مع اسياد، مع حمد بن سعد بن قذل الاحبابي. وصل الفيلسوف، وصل البروفيسور. هناك ايضا قدوم مع غدير من هجنة الرياسة. وصل محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. وصل البروفيسور، بدا يتقدم من الجانب الاخر. وشوف الشوط يسير، الله ما شيء باقي، 900 متر. العاصفة مع ندى تتقدم، تنطلق مشاهدينا مع الواثق، واثق بالخطى الجميلة. وصلت هناك هجنة الرياسة، بدأت تتقدم غدير مع محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. وصول مع الحذرة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل الهيان الجنتلمان أحمد بن خلفان. الشوط، الله على الشوط، الله على الأداء. ينطلق، ينطلق شعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل الهيان كما انطلق في شوط طاف. أيضا يرانا في المركز الأول مع أحمد بن خلفان بالسائق. وهناك من الجانب الآخر هجنة العاصفة، ووصلت هجنة الرياسة. ولكن نقول تهانينا لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل الهيان في اللحظات الأخيرة. ندى واصلة العاصفة، وهنا أيضا شعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد. سلام، سلام لسوي حال، سلام وسلام لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل الهيان بالنقطة الثانية. شكرا الجنتن مال الله، اللحظات الأخيرة. نعم هكذا الشوط يسير، ذهب إلى سويحان. تحية واحترام المركز الثاني ندى من هجنة العاصفة، المركز الثالث غدير من هجنة الرياسة، المركز الرابع من هجنة العاصفة مهابة، والمركز الخامس أسياد من أو مشكورة مشاهدي الأعزاء من هجنة الرياسة. هذه كانت الأسامي، شفنا وتابعنا. تهانينا من الأعماق بهذا الفوز الجميل. وهنا أشعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد مع الحذرة ومع أحمد الخرفان بالصايق المزروعي. سلام لسويحان، سلام وتحية أيضا للداعم الرئيسي لهذا الشعار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل الهيان. والتوقيت الزمني مع مخرج هذا السباق ولعادة بالحركة البطيئة، 7 دقائق 41 وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا كما ذكرنا لسمو الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل الهيان وأحمد بن خلفان بالصايب، وفوز الحذرة بهذا الشوط. المركز الثاني ندى الهجنة العاصمة مع الواثق حمد بن راشد بن قدير، وقطعة المسافة في زمن وقدرة 7 دقائق 41 خمسة أجزاء من الثانية. بينما من حلت المركز الثالث أيضا كانت من هجنة الرياسة غدير ومحمود محمد بن سالم الوهيبي، 7 دقائق 41 و7 أجزاء من الثانية، والناموس لكل الفائزين.